السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا. يا أخيرا افتكرت إن ليك أب. مش عارف ليه كده ما بصدقش العاطفة من بوقك خالص. نشوف كده يقول إن أنت قاعد بقى طول اليوم قاعد تقول فين شايف؟ فين ابني حبيبي؟ ولا في دماغك أساسا؟ ما أنت مقضيها هنا بهو. لا كيوي. أروح أجيب لك 2 كيوي يسندوا قلبك. أما أم ولع لك محميتين. اقعد كده يابا بقى، اقعد كفاش على بساط. نفسي اعرف مين اللي ابن مين فينا، ولا مين اللي اب، ولا في ايه بالظبط. انا عايزك في 2 كلمة. هنخش في الوعظ بقى. بقولك ايه، انا دماغي متكلفه، مش عايز خطب من غير لت وعجني كتير يابا. اجي اسالك عن عم درويش، هو ظهر تاني؟ لا، انا عايز اعرف ازاي ظهر اولاني. طول عمري بشوف الراجل ده في صوره، وفجأة كل حاجة اتلخفنت في نافوخي. وانت مش صاحبه؟ يبقى اكيد حكى لك زمان اصله فصله بالظبط. هو حكى لي حاجات كده مش هنكلف بعضها. كان بيشتغل على بريمه في الخليج. وهو راحت فلوسه في الريان، وولاده ومراته ماتوا في الكويت. بالمختصر كده، تاه في مصر، رجليه جابته لغايه هنا. دي فزوره والله، دي حكايه كلها عباره. الدنيا كلها بلاوي يا ابني. يا الله، وانت بابا لما كان بيحكي لك كل الاساطير دي كنت بتصدقه؟ وانت عايزني اكدبه؟ وفي حد في المنطقه دي بيقول الحقيقه؟ تسمع، انا لما اجي اقول لك دلوقتي انك انت مش ابني، مش هتصدقني؟ ده اليوم اللي بحلم بيه. قول انت بس كده وانا هتلاقيه مصدق على طول. انا عارف، انت لقيتني في مولد، لقيتني في مولد وكنت محشش ساعتها، وقلت ده ابني عشان صحابك ما تتحرجش قدامه. هو في اب يحشش قدام ابنه كده؟ قوم ولع علينا محميتين. مال انت كويسه؟ الحمد لله. دلع السلامة يا باشمهندسة. أهلا. نهلة، أنتِ إيه اللي حصل لموبايلك؟ ما حصلش حاجة. تشارج خلص. طب وبالنسبة لهدوم حضرتك؟ أظن دي حاجة ما تخصش الأمن الوطني. والله ما كنت أعرف إن أنتوا بقيتوا صحاب أوي كده. نهلة، أنا كنت هموت من القلق عليكي. كنت عايزاني أعمل إيه يعني؟ أقف أتفرج عليكي وأنتِ بتضيعي مني؟ عن إذنك. ثانية واحدة يا باشمهندسة. كنت فين بقى مع اللي اسمه درويش ده، وايه اللي قاله لك بالظبط؟ حضرتك احنا ما اتكلمناش في حاجه، اصل انا كنت شبه مخطوفه. مخطوفه؟ طب انت هنا ازاي دلوقتي؟ ما هو انا هربت. هربتي ازاي؟ وليه؟ وتهربي ليه اصلا اذا كنت انت اللي رايحه له برجليكي؟ ما هو حضرتك انا لقيت نفسي فجاه يعني كده في وسط ناس ما اعرفهاش، ففكرت كده اعمل ايه؟ وفكرت كده بذكاء وسبتهم وهربت. ادي كل الحكايه. الناس دي بقى اساميهم ايه؟ اتجاهاتهم؟ طلباتهم ايه طيب؟ ما هو انا اكيد لو كنت عارفه حاجه كنت هبلغ حضرتك. طيب في حد هددك باي حاجه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حازم؟ ما دام نهله انت لازم تتعاوني معانا اكتر من كده. والله انا تعبانه جدا يا حضره الظبط. ازاي طب يعني الكلام ده؟ حياتك عايزني اتعاون معاك انا؟ اذا كنتوا انتوا عندكم كل المعلومات عن الراجل اللي انتوا عايزين تقبضوا عليه ومش عارفين تجيبوه، مستنيني انا اقول لك على المعلومات اللي حياتك عايزها واعرفك هو فين؟ طب ده كلام. تصبح على خير. حازم بيه، انت لازم تعقلها. انا ممكن اوجه لها تهمه تضليل العداله، بس انا مقدر الظروف. عاوزك تفهمها ان ايا كان اللي قاله لها الراجل ده فهو راجل مجرم وحاول يقتل مامتها مش انا. بالراحه عم درويش. عمك درويش مين يا ده؟ انا ماهر. لا مؤاخذه لا مؤاخذه، الناس دول بقالهم سنه ما اتحرشوش بحد. انا جاي الواد شفتاء. انا اعرف بس مين اللي قال كلمه حرامي. معلش معلش يا بتاع، ولاد الحرام كتير. بالراحه عليه يا بابا،
بتاح بشرته حساسه. اه بص بقى يا عم درويش، جايبه لك حته دين طبق فيه الخلاصه كلها. اتفضل يا عم درويش. ايه ده؟ مهلبيه؟ لا ده تشيز كيك. نعم اخويا كل ده هيعجبك قوي. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم يا رب. طلع تفنيك. فنيك؟ يبقى انت زودت السينامون. زودت ايه؟ السينامون. ما قلت لك بلاش سينامون. اخصى على كده. هات يا عم درويش هجيب لك حاجه ثانيه. عندي بقى جوه، بص يا عم درويش، حته الدين قبل طرط بقى، بس ايه؟ يهبل يا عم درويش يهبل. هات يا عم درويش. ليه كده؟ انت بتعملي فيهم كده ليه؟ مش خايفه على صحتهم؟ اهي بتتسلى. المهم طمني، انت هتقابل بنت الوزيره قريب؟ والله ما انا عارف يا ماهر. انا حاسس ان البت ارتاحت لي، ارتاحت لي قوي يعني. اه بس انا خايف من البهدله، البهدله اللي اتبهدلناها دي مش عايز اتبهدلها مره تانية. طب المهم اتفقتوا على مكنه تقابلوا فيها؟ يا راجل يا راجل، حسن ملفظك يا راجل، حول لي بنت وزيره قابلك في مكنه، ده كلام يا ماهر؟ طب معلش خلاص، ما بلاش قد المقام، ما انت بتقابل وزيرات وبنت وزيرات. بقول لك ايه، قوم يا ماهر، قوم يلا، قوم قوم، اتكل على الله. وروح فين؟ قوم روح الحمام، هتليك مزنوق مش واخد بالك. قوم قوم يا ماهر، قوم. مكنه ده ألف سلامة بتاعها. ألف سلامة. ألف سلامة. بالراحة يا عم درويش، بالراحة. ألف سلامة حبيبي. بالك هذا شاب، حتة الحشيش دي ما تدخلكوش السجن. عادي تمشي تعاطي، بس أنا ما أعملهاش. قول لي ليه؟ طب ما تكمل أنت من غير ما أقول لك ليه؟ أقول لك ليه؟ عشان أنا مش ندل، مش كده ولا إيه يا نبو؟ لا لا، إيه يا خضر؟ ده أنت ابن أصول. عارف بقى مين الندل؟ الندل اللي يخلق ويورط حبايب من وراه بلاويه. الندل اللي مقرطصهم بقالهم 20 سنة. عم درويش ما قرطصناش يا خضر. اديك انت اللي قلت درويش، انا ما قلتش حاجة. يعني انت عارف ان جواك ان هو ندل بس مش عايز تعترف. يا دي عبيد. يا دي عبيد، ده شغال في تنظيمات. عارف يعني ايه تنظيمات؟ يعني فلوس وتمويل وبلاوي سودا، ده متخصص رؤساء ووزراء. عارف المحل اللي شغال انت فيه؟ ده برافان. لا ده سايبر. ماشي سايبر. ده عامله عشان يقلع ويلبس من وراه براحته. عشان انتوا اصلكوا شوية سذج. انتوا يا نبوي شويه سذج يا حبيب. لا انا ماليش دعوه، انا مش سذج انا. ها لو انت سذج انا مش سذج. وبعدين لو عم درويش زي ما انت بتقول عليه كده، خلاص هروح لحاله. لا راح لحاله، دي مش لخضر اللي راح نجيبوه. وانا عارف ان انت ليك سكه معاه. انت تقوم زي الباشا كده تعلق لنا على الشاي، وترجع تترمي في حضن خضره حبيبه وتفضفض له بدل عليا النعمه، معلقك في تلاجه الاسم وسقسقك في شاي المامور. انتوا شايفيننا بصمات بقى، شهاب بالسمسم ونبوي بالعجوه، في ايه يا عم خضر؟ ما تتعامل معانا على اننا بني ادمين زيك. يا ابني قول له على كل حاجه، ده راجل سو. بتقول له يا نبوي؟ بضغط عليه عشان يعترف. من الاخر كده، من غير الجو البوليسي ده، انت راجل قاعد في بيتنا، هات لنا الكلام كده راجل لراجل وقول لي عايز مني ايه بالاخر يا خضر. دروش ما كلمكش من ساعه ما هرب؟ كلمني. منين؟ من الموبايل. ايوه رقم الموبايل ايه يا لطيف؟ معرفش. انت تستقبل يالا؟ هو ماليش. ماشي، هات الرقم اللي كلمك منه وانا هشوفه بمعرفتي. وانتوا عندكم الخاصيه دي تشوفوا الرقم تعرفوا مكان الرقم؟ استغفر الله العظيم يا رب. هتجيب الرقم يا ابني ولا نعلق عشان